من 30 سنة وأنا هنا مش هتكلم عن الفيلم، لكن بتكلم عن التغيير اللي حصل في العالم سياسيا اللي غير تماما من ملامح الخريطة بداية من سنة 1990. يكفي ان احنا نعرف ان عدد الدول لحد سنة 1989 كان 172 دولة. تخيلوا النهاردة كام؟ النهاردة في 235 دولة في العالم، يعني 63 دولة زيادة. طيب الدول دي ظهرت ازاي والزيادة دي جت منين؟ خلونا نبدأ بحاجة غريبة جدا عكس اللي بنقوله. في سنة 1990 اتوحدت مرة تانية ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية بعد 45 سنة من الانقسام بعد الحرب العالمية الثانية. وفي نفس السنة اتوحدت اليمن الشمالية واليمن الجنوبية مرة تانية بعد التقسيم الاستعماري سنة 1918. لكن احنا هنلاقي في المقابل انهيار النظام الشيوعي وانقسام كتير من دول. خلونا مثلا نقول الاتحاد السوفيتي اللي انقسم ل 15 دولة في سنة 1991، ولسه لحد النهاردة دول كتير جوه الاتحاد السوفيتي بتنفصل. نموذج تاني دولة يوغوسلافيا اللي أصبحت النهاردة 10 دول، ده غير بعض الدول خارج حدود أوروبا اللي انقسمت زي السودان كده، ولسه العالم في انتظار انقسامات تانية زي الاستفتاء اللي بيحصل دايما في كاتالونيا للانفصال عن أسبانيا، وكمان فكرة قيام دولة للأكراد. طيب كل اللي فات كان زيادة نتيجة لانقسامات دول. ادي السؤال سألته لنفسي كتير، هل ممكن شخص يلاقي أرض فاضية ومعليهاش أي سيادة في ظل التقسيم اللي موجود فيقيم عليها دولة جديدة؟ هو كان مجرد سؤال مبني على أحلام اليوتوبيا، لكن من أقل من 9 شهور اتفاجئت إن الفكرة اتحققت بجد، وإن في فعلا شخص أعلن قيام مملكة جديدة يوم 5 سبتمبر 2019. بس كان الفرق الوحيد إن الأرض كانت على الحدود بين دولتين، والدولتين مش معترفين بالأرض دي، كل دولة بتنفي سيادتها عليها. تفتكروا مين الدولتين دول؟ يمكن يكون في منكم سمع عن الموضوع ده، بس اللي مسمعش صعب يتخيل الإجابة. خلوني أقول لكم إن الدولتين هما مصر والسودان. نبدأ نسأل قبل ما نتكلم عن المملكة الجديدة، ليه مصر والسودان هما الاتنين رافضين السيادة على الأرض دي؟ في البداية الأرض دي عبارة عن مثلث مساحته 2060 كيلومتر مربع، قد مساحة بعض الدول زي جزر القمر وموريشيوس ولوكسمبورغ، وأكتر من ضعف مساحة البحرين وسنغافورة وهونج كونج، يعني مساحة مش صغيرة، وفي دول أصغر من كده. المثلث ده اسمه بير طويل. مصر والسودان حصل بينهم اتفاقيتين ترسيم حدود، الأولى كانت سنة 1899، وكانت الحدود اللي رسمت عبارة عن خط مستقيم كأنه بالظبط مرسوم بالمسطرة، وهو على خط عرض 22، ساعتها يبقى مثلث بير طويل جوه حدود السودان وحلايب وشلاتين جوه حدود مصر. حصل بعد كده تعديل على الاتفاقية دي، وده كان سنة 1902، يعني بعدها بثلاث سنين. في التعديل ده المفروض ان حلايب وشلاتين اصبحت تابعة للسودان، وبير طويل تابعة لمصر، والحدود اصبح شكلها متعرج وكل بلد واخده جزء من التانية. البلدين عاوزين حلايب وشلاتين، فكل واحدة فضلت متمسكة بالاتفاقية اللي بتقول ان حلايب وشلاتين تبعها وبير طويل مش تبعها. فعليا حلايب وشلاتين تابعة لمصر حاليا، والسودان من فترة كبيرة بتطالب بتحكيم دولي، علشان كده السودان رفض الاعتراف بان مثلث بير طويل في اراضيها، لان ده معناه ان هي بتعترف ان حلايب وشلاتين مصرية. السودان لسه بتطمح بضم حلايب وشلاتين، ودي كانت حكاية مثلث بير طويل التاريخية. نيجي بقى لقصة المملكة الناشئة، وهل الموضوع بجد ولا هزور؟ بتبدأ القصة براجل أمريكي راح المنطقة الصحراوية دي في سنة 2016 ورفع علم خاص بيه وأعلن قيام مملكة شمال السودان، وده كان علشان خاطر بنته الصغير اللي نفسها تبقى أميرة. وبعدها بسنة بالظبط راح واحد هندي عمل نفس الخطوة، وبرضه تعب نفسه وجاب علم وسماها مملكة ديكست على اسم عيلته، وأعلن بابا ملك للمملكة دي، يعني واحد بنته
والتاني ابوه. يعني بجد الناس دي عارفين منين ان المنطقة مش بتتبع سيادة لأي دولة؟ ده احنا المصريين وحتى تقريبا اخواننا السودانيين ما يعرفوش حاجة عن الموضوع ده. الموضوع ده اثير لما اعلن يوم 5 سبتمبر سنة 2019 قيام مملكة الجبل الاصفر. المرة دي الموضوع بجد ومش ناس بتهرج زي المرتين اللي فاتوا، وده لأسباب كتير هنناقش بعضا منها، أما الباقي فهو لسه تكهنات ما ينفعش تتقال غير لما تبدأ بشاير الحقيقة تبان. قصة المملكة المزمع إقامتها أو المزعومة على مدار 9 شهور اللي فاتوا أشبه بمسلسل حاولوا يعملوه ساسبنس، لكن قلب منهم كوميدي وكوميدي فارس. وأنا بطلب من اللي وصل معايا في مشاهدة الفيديو للنقطة دي إنه يكمل معانا للآخر، لأن التفاصيل اللي جاية كتير ومهمة جدا، وفي الآخر عايزاكم تساعدوني نوصل لإجابة عن الأسئلة دي: مين اللي ورا المملكة الجديدة؟ إيه أهدافها؟ وأخيرا هل يا ترى هتقوم لها قومة ولا لا؟ نبدأ الحكاية بإعلان يوم 5 سبتمبر واللي أعلنته الدكتورة نادرة نصيف، أمريكية من أصل لبناني سعودي، في مؤتمر نظمته منظمة عالمية غير حكومية اسمها الدرع، واللي بيرأسها دكتور صالح ظاهر في مدينة أوديسا في أوكرانيا. وحضر ممثلي بعضا من الدول وبعض الهيئات العالمية، من بينهم مثلا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. دكتور نادرة أعلنت قيام مملكة، وناخد بالنا كويس من كلمة مملكة، ده معناه إن هي هتكون مملوكة لشخص معين أو عيلة. قالت دكتور نادرة اللي وصفت نفسها برئيس وزراء المملكة في بيانها على هامش المؤتمر اللي كان تحت عنوان تفاقم أوضاع اللاجئين والمهاجرين وعديم الجنسية في العالم وسبل حل هذه المشكلة، إن المملكة هتكون جزء من حل المشكلة دي، أقصد طبعا اللاجئين، وإنها هتكون مملكة سلام وهتخصص الأولوية للاجئين العرب وهيكون التعليم أولى أولوياتها. ورفض الدكتور نادرة تسمية الملك رغم إن هي بتتكلم على لسانه. دكتور نادرة نصيف كل اللي متاح من المعلومات عنها ان هي امريكية من اصل لبناني واحيانا يقال سعودي، خدت العديد من الشهادات العلمية، نشطة في مجال حقوق الانسان وخاصة قضايا اللاجئين، وهو ده كل اللي متاح لنا. في اعلانها عن قيام المملكة اعلنت انها هتكون مملكة عربية اسلامية، وزي ما قلنا من شوية ان الاولوية هتكون للاجئين العرب والمسلمين، وطبعا ده واضح من العلم اللي مكتوب عليه بسم الله الرحمن الرحيم وشعاره نخلة. في نفس الشهر في واحدة من القنوات اللي بتبث من العراق ظهر المستشار عبد الإله اليحيى، مستشار المملكة المزمع إقامتها، في حوار طويل كان المفروض ان هو يكون توضيحي، لكن كانت كل المعلومات اللي قالها ان مؤسسي المملكة عبارة عن مجلس مكون من 14 شخص لكن يرأسه شخص معين. الفكرة بدأت من 3 سنين، التنفيذ الفعلي بدأ من مارس 2019 وكان بتشكيل الحكومة، وطبعا انا مش فاهمة حكومة ايه اصلا اللي هتتشكل قبل ما يكون حتى في مملكة من الاساس. بس من بين كلامه طلعنا بمعلومة مهمة، ان الجنسية لن تعطى لاي مواطن فلسطيني. اما السؤال عن ليه هي مملكة فكان لان اللي اسسها شخص معين، واكد على نقطتين جم بعد كده في فيديوهات تعريف للمملكة دي، الاولى ان هي دولة اسلامية 100%، والتانية ان بدء التسكين للمواطنين هيكون في اواخر 2020 والمستهدف الوصول ل 29 مليون مواطن خلال 20 سنة. وعلى فكرة ده رقم كبير جدا ويبدو مستحيل في المساحة الصغيرة دي. المعلومات المتاحة عن المملكة الجديدة المفترضة قليلة جدا، بس احنا هنتابعها بالترتيب الزمني خلال 9 شهور اللي فاتوا، ولا مصدرها الاساسي قناة اليوتيوب لان الصفحة الرسمية ضعيفة جدا، فتعالوا نتابع تطورات المملكة دي من خلال فيديوهاتها. قناة المملكة على اليوتيوب بدأت بفيديوهين، الاول طبعا كان اعلان دكتورة نادرة، والتاني كان فيديو معلوماتي عن المملكة المزمع اقامتها، بيبدأ بالكلام عن ان ارض المملكة مش بتتبع اي دولة، وشرح طبعا سبب عدم اعتراف الدولتين بالارض دي، فعلشان كده صنفت كارض مباحة، وان هدف المملكة هو توطين عديم الجنسية واللاجئين والمهاجرين، واكد برضو ان غالبيتهم زي ما قلنا هيكونوا من العرب او المسلمين، وان دستور المملكة هيتبني على الشريعة الاسلامية واصلا مقتبس من دستور 6 دول اللي هم ايه؟ اللي هم اليابان، السعودية، سنغافورة، السويد، الكويت والامارات.
الفيديو طرح سؤالين عن مصدر التمويل ومين القائمين على المملكة، وجاوب على السؤال الأول إن التمويل هيكون دعم شخصي من مؤسسيها المجهولين لحد دلوقتي. أما السؤال الثاني فكانت إجابته إن القائمين عليها مجموعة من أبناء الوطن العربي. أكد كمان الفيديو على حاجة مهمة، إن شروط الاعتراف بأي دولة أو أي مملكة جديدة حسب اتفاق مونتفيديو سنة 1933 هو الاستيفاء بالمعايير. إيه هي المعايير؟ هي الشعب والإقليم والسيادة اللي ما ذكرهاش الفيديو. ولحد دلوقتي المملكة أصلاً ناقصها شعب، وفكرة السيادة لسه مش مؤكدة. وأكد الفيديو إن المملكة هتكون جاهزة لاستقبال الناس من أواخر 2020، يعني ما ينفعش الاعتراف بها قبل كده حتى لو تأكدت السيادة. واللي فهمته من الفيديو إن المملكة هي اللي أطلقت قمة أوديسا، ظاهرياً كان تحت تنظيم منظمة الدرع، لكن فعلياً كانت بإدارة القائمين على المملكة الجديدة دي. من وقتها وأنا بتابع فيديوهاتهم اللي بتطلع كل فترة على قناة اليوتيوب دي، الفيديوهات تنوعت ما بين تصريح أشخاص باين من لهجتهم إن هم من دول عربية مختلفة، كل واحد كان بيدعي إن هو وزير حاجة مختلفة، من وزير حقوق إنسان لوزير خارجية لوزراء تانيين اتشالت فيديوهاتهم أصلاً من على القناة. بعدها تحولت الفيديوهات لفيديوهات بتشرح طرق التقديم للحصول على الجنسية، وهي ما زالت قاصرة على اللاجئين المعترف بهم من الأمم المتحدة. وكان في فيديو للسلام الوطني وإعلان لطيف عن المواطنة، وفيديو كان عبارة عن تهاني من رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمناسبات المختلفة. الغريب في الفيديو ده ثلاث حاجات. أول حاجة، الفيديو ده صدر بعد 7 شهور من إعلان المملكة اللي لسه بيتكلم على لسان ملك غير محدد الاسم، يعني عمار بن غانم الغانم رئيس ديوان مجلس الوزراء بيهني باسم ملك خفي مش معروف. وبيبدو ان دكتورة نادرة اختفت من الصورة تماما، لان حتى فيديوهاتها اتشالت من القناة الجديدة. تاني حاجة، المكان اللي بيتكلم منه عامل زي ما يكون شقة متأجرة ايجار جديد، يعني من الاخر مش مستوى مكان بيتكلم منه رئيس ديوان مجلس الوزراء. واخر حاجه، المستوى التقني للصوت والصوره لكلمه رئيس ديوان مجلس وزراء اقل من فيديوهات بيعملها ناس مبتدئه على التيك توك. نيجي بقى للفيديو قبل الاخير على القناه اللي انا مسميها يوميات مملكه، واللي ظهر على القناه من حوالي شهر، وهو بيان رسمي من وزير الداخلية بإحباط محاولة انقلاب قام بيها 3 من المسؤولين السابقين بالمملكة. ولحد هنا أنا مش لاقي أي تعليق أقدر أقوله على الخبر ده، لأن المملكة اللي لسه ما اعترفتش بيها الأمم المتحدة واللي الملك بتاعها ما كانش معروف لحد وقت الإعلان ده، واللي أصلاً محدش يعرف هل اتبنى فيها حاجة ولا لأ. طب ده حتى بعض فيديوهات الثريدي واللي كانت بتصور مخطط مبدئي للدولة اتشالت من على القناة. طب يا جماعة انقلاب ايه بقى اللي حصل؟ ناخد بالنا، لاني قلت ان في فيديوهات كتير لناس المفروض ان هم مسؤولين اتشالت، من بينهم فيديو اعلان المملكة بتاع دكتور نادرة نصيف اللي كنا اتكلمنا عنها. فحقيقي لو حد فاهم حاجة يفهمني. المشهد الاخير في مسلسل المملكة، وهو الاخير لحد لحظة تصوير الحلقة دي، لان من الوارد ان كمان كام يوم هنتفاجأ بتغيير جديد. ظهر من كام يوم فيديو اخير على القناة، وهو الفيديو المفاجأة، وكان مفاجأة لسببين. اول حاجة ان اسم الملك عبد الاله بن عبد الله آل وهيب ظهر لاول مرة على صفحة المملكة، وبعد كمان معين نفسه رئيس الوزراء. والفيديو كان عبارة عن بيان صادر منه بصفته ملك وبصفته رئيس وزراء في نفس الوقت، وهو بيأكد فيه على البيان السابق لكن بزيادة فكرة سحب الجنسية من الأشخاص اللي عملوا الانقلاب. ويا للمفاجأة إن كان على رأسهم دكتور نادرة نصيف. أنا عن نفسي عاوز أعرف سحب جنسية إيه من مملكة لسه ما قامتش من الأساس ولسه ملهاش أي اعتراف دولي ولا حتى فيها شعب، يبقى إزاي بتعطى الجنسية وإزاي بتسحبها؟ طيب هل ده كلام يعقل؟ أنا بس أكتر جملة كوميدية كانت هي العبث بأمن الوطن. فين الوطن يا فندم؟ إحنا وصلنا لنص 2020 ومفيش أي جديد غير شوية الفيديوهات اللي قلنا عليها، وصفحة رسمية أهم ما فيها أبليكيشن التقديم للحصول على الجنسية وبس كده. طيب اللي باقي على نهاية 2020 7 شهور،
فهل يا ترى هنتفاجئ ان تم التسكين والمملكة بدأت فعليا خلال الكام شهر دول، ولا ممكن الكورونا تكون سبب للتأجيل وحجة ليهم زي ما أجلت التعليم والدوري وحاجات تانية كتير؟ واخيرا، استنتاجات كتير ممكن الواحد يوصل لها من الحدث اللي ما خدش صدى الاعلامي لحد دلوقتي، ده حتى الناس اللي سمعت الخبر فاكرة الموضوع تهريج، لكن الافضل انتظار ما ستسفر عنه الايام. محدش عارف اللي جاي فيه ايه، يمكن تكون مملكة الجبل الأصفر أول مملكة في التاريخ تعلن وبعد كده تدور على شعب.